مساء الخير على كل مشجعي ومشجعات مهارات عظيمة، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. وقبل ما نبدأ حلقتنا، كل التوفيق لنادي الأهلي في مباراته غدا إن شاء الله أمام طلائع الجيش في الدوري المصري. المباراة هتكون الساعة 9:30 إن شاء الله. يا رب تمنياتي للأهلي يفوز بالمباراة. طيب هنبدأ بقى نقول إحنا النهاردة هنعمل إيه، بما إن بقى انطلقت صفارة الحكم وأعلنت عن ابتداء الشوط الأول. يلا بينا نقول النهاردة طبعا يعني بسكوتات العيد، وما زلنا في أسبوع أصناف العيد. في كتير من أصدقائنا بيحبوا بسكوتات اللي بالقرفة وبالزنجبيل، هي كمان محببة جدا، فخلينا نعملها بطريقة لطيفة. إما نعملها على شكل البسكوتة شبه الكوكيز، أو نعمله بسكوت زي النشادر اللي بنعمله في العادي. وهقول لكم لو هتعملوه بالجيب الحلواني هيبقى التكنيك بتاعه مختلف، بس في حاجة عن اللي أنا هشتغل بيه. هنعمله لطيف، نحط شوية مكسرات أو تشوكلت شيبس أو مثلا أي حاجة من الحاجات اللي أنتم بتحبوها داخلة جوه البسكوت. ممكن يبقى فول سوداني، ممكن يبقى أي حاجة أنتم حابينها. طيب هنعمل كمان وصفة لطيفة جدا لكل أصدقائنا وحبايبنا في فلسطين، وتحية لكل شعب فلسطين وكل شعب بلاد الشام عموما يعني اللي بيتابعونا. هنعملهم الكحك الفلسطيني بالعجوة، وإن شاء الله يا رب الوصفة دي تنول إعجابكم. عايز أقولكم هو من أروع أنواع الكحك وليه طعم مختلف تماما للي بيحبه، يعني هتعرفوا الطريقة معانا إن شاء الله. والشكلمة طبعا اللي كتير مننا بيحبها بجوز الهند، هنقول على طريقتين، طريقة موفرة ولطيفة وطرية، وطريقة تانية تكون شوية نسبة البياض البيض فيها أكتر شوية، هنحكي عليهم لما نيجي نشتغل. تعالوا بينا يلا نقول مقادير بسكويت القرفة. هنبدأ بيه بسكويت القرفة، عندي كوبايتين وربع من الدقيق، كوباية زبدة، كوباية وربع من السكر باودر، عندي بيضة وفانيليا، وطبعا معلقتين كبار او ثلاثة من القرفة على حسب حضراتكم بتحبوا نسبة القرفة قد ايه، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، رشة ملح، ومكسرات او فول سوداني او تشوكلت شابس او اي حاجة من حضراتكم تفضلوها، دي حسب الرغبة الخاصة بيكم. طيب انا مبدئيا هاخدهم كده على العجان هنا، وطبعا هشغل الشبك لانه هو من الحاجات اللي ايه اللي بتسهل عليا شوية خلط الزبده مع السكر البودره غالبا يعني، وبتنعم الزبده. طبعا الزبده ماسكه نفسها برضو، احنا متفقين على انه الزبده في اي بسكوت او نشادر او برتقال او بيتي فور او اي حاجه لازم تكون بحراره الغرفه. زي بصوا كده ادوس اهي، صباعي يعلم، بصوا لكن ماسكه نفسها، ده مهم علشان الزبدة دي لو لينة قوي زيادة مع الخفق الكتير هتسخن أكتر، هتنطر الزبدة وتطلع برة وتفرش وتبقى مش حلوة خالص في وصفاتنا. طيب بسم الله هحط كده هنا كمية الزبدة بتاعتي أهو، والسكر البودرة، بسم الله الرحمن الرحيم. عايزين تقللوا نسبة السكر تزودوها، دي حاجة ترجع لحضراتكم، ممكن تكتفوا بنص كوب. انا حاطه سكر بودره، انا بفضل السكر البودره لانه اولا بيدوب اكتر، يعني بيدوب اسرع مع الزبده وبيبقى لطيف كده وناعم، وما بحسش بيه قوي لانه لما بيبقى السكر ده موجود بيخرز شويه الزبده سنه كده، ما بيدوبش بسهوله لو حبيباته كبيره. وفي نفس الوقت ينفع سكر السنترافيش الناعم قوي برضو ينفع. بسم الله نخلط كده خلطه بس عشان المكونات تدخل في بعضها. بشكل كويس. زي ما حضراتكم شايفين كده. لحد ما تبقى بصوا تبدا تختلط كويس، تبقى خليط كريمي جميل جدا. تبدأ بقى اللون يفتح شوية، ولما يفتح يبقى لونه كده ايه بدأ يبيض سنة، ما يبقاش الصفار القوي قوي اللي حضراتكم شايفينه كده. هنخلط كويس. انا عندي بيضة، اللي عايز يزود يبقى بيضتين ماشي، بس هي بيضه واحده يعني بالنسبه لي بتبقى حلوه وكريسبي، ما بحطش بياض بس او صفار بس، بيضه كامله عشان يبقى الخليط عندي فيه ما بين الايه الطراوه وانه يبقى زي بين الكوكيز والبسكوت يعني. وها
هنشوف كده مع بعض واحنا شغالين. بسم الله اوري حضراتكم برضو وصل لحد فين. لسه شويه عايزين نخلطه خلطه حلوه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد الاسباتولا دي قويه شويه علشان ايه؟ تبقى الزبده طبعا عشان هي لسه ساقعه، بس ده حاجه حلوه لانه بيديني نتيجه حلوه. لو حبيت اشكل البسكويت ده او الكوكيز ده في وقتها بصراحه بيساعدني كتير. غير وكمان لو مطبخي حر وهي مثلا معرضه ان انا بقى افضل كل شويه اسقع في العجينه، بيغني حضراتكم عن المرحله دي. بسم الله. هاخد الفانيليا وهاخد البيضه، هضيف كده بسم الله الرحمن الرحيم البيضه والفانيليا. طبعا حتى لو ما حطيتش فانيليا في بسكويت القرفه او بسكويت الشوكولاته ما بتحتاجوش، لانه الكاكاو بيضيع ريحه الزفاره، القرفه كمان هتضيع ريحه الزفاره، مش هيبقى فيه زفاره بيض خالص. ممكن بقى عصره ليمون للي ما عندوش، بتضيع الدنيا كلها، ما بتخليش فيه اي ريحه للبيض خالص. هبدا بقى اعمل كده بسم الله. خلينا نخلط بس البيضه كويس عشان انا ايه هنا كده كده هنا كده. ايوه يا سلام كده عشان ايه تبقى اختلطت حلو. بسم الله. وهبدا بقى احط المكونات الجافه عندي مع بعض، الا وهي ايه بقى؟ عندي الدقيق هحط عليه 3 معالق من القرفة بيكنج باودر، ذرة الملح، اقدر اضيف كمان جوه هنا شوية من الشوكليت شيبس. في ناس بتحب تحطه مع خليط العجين وفي ناس، الله القرفة رائعة. معلش انا احط كمان واحدة. تعالوا بقى نروح هنا ونقول الو يا دانا. يا دانا الو. ايوه اهلا اهلا اهلا، صباح الفل، ازيك؟ الحمد لله. عاملة ايه يا دندون؟ الحمد لله. قولي لي يا دندون، انت بتتابعي قناه الاهلي؟ بحبك قوي ونفسي اطلع ازاي. يا نور عيني، انت يا رب تطلعي احسن واحلى مني مليون مره. ربنا يكتب لك الرزق في النصيب بشكل والحظ بشكل جميل ان شاء الله. طب مش عاوزه حاجه اعملها لك يا دندوني؟ انا كنت عايزه كريبه بالشوكولاته. من عيوني يا روح قلبي، بس كده ده احنا نعمله مخصوص عشان خاطرك. عيوني يا دندون، وسلمي على مامي قوي قوي، وقولي لها ايه؟ قولي لها شيف عظيمه بتسلم عليكي وبتبوسك من هنا ومن هنا. ماشي يا روحي، شرفتيني ونورتيني. يلا بينا. سي يا دندون حبيبتي، هقلب بقى كده بالسباتيولا. تعالوا كده نشوف بس الخليط اخباره ايه. حطيت كميه الدقيق مع القرفه، وايه وهبدا بقى اتعامل مع الخليط شويه. خليني ايه انا بس اقلبهم في بعض عشان لما اجي اقلبهم كده ما يعملوش معايا يعني دي يطلع بره. وهغير الكف عندي هنا، الكف بتاعي حاطينه لي فين يا شباب؟ تحت اهو. خلاص تمام، تسلم ايديكم. هحط كده الكف الاول عشان بس اخلط العجين ايه مع بعضه. خلاص بسم الله. ومعانا امو اسلام. الو يا امو اسلام. صباح الهنا. صباح الهنا مني. صباح انا الحلويات كلها. يا حبيبه قلبي تسلمي يا رب. عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله، انت اكتر والله. عامله والله وحشاني قوي، مش عارفه اقول لك قد ايه. يا حبيبه قلبي تسلمي لي يا رب. حبيبتي انت اللي احلى مامي في الدنيا. يا رب اسعدكم. كلمك جميل، كلامك جميل يا حبيبتي، ويسعدك ويحسن ما بين ايدك يا رب. امين يا رب العالمين. في خلقه كمان وكمان يا رب. امين يا روحي، تسلموا لي يا رب. ربنا يبارك لك يا حبيبتي، كل سنه وانت طيبه، وتسلم ايدك على الحاجات الجميله دي.
الله يخليكي ويسلمك يا رب. بصي احلى كحك من ايدك حبيبه عمري. ربنا احلى كحك من ايدك. يا حبيبه قلبي اقول لك قد ايه جميل قد ايه. حبيبتي تسلمي كلك ذوق والله. حبيبه قلبي حبيبتي والله ربنا يبارك لك وكل سنه وانت طيبه يا رب كده. حبيبه قلبي وانت طيبه منوره الدنيا كلها وكل سنه وكل كرو البرنامج طيبين. كل سنه النادي الاهلي طيب ودايما من تقدم لتقدم يا رب. امين يا رب ان شاء الله. وعايزه ابعت معايده كده للاستاذ حسام وزوجته. ايوه اقول له كل سنه وانت طيب يا حبيبي. ربنا يديك الصحه والعافيه يا رب. امين يا رب العالمين. امين. ربنا يبارك لك يا حبيبتي ويخليكي لينا يا رب دايما كده. حبيبتي ويخليكوا ليا دايما كده رافعين معنوياتي ومشجعيني دايما. تسلميلي يا ام اسلام الغاليه والله ما تحرمش منك ابدا ولا من سؤالك واتصالك وكلامك الحلو ده. بصوا بقى ادي العجينه هوريها بقى لحضراتكم. بصوا بقى ومعانا رودينا. الو اهلا اهلا اهلا. ايه الامارات دول يا ربي. انا ربنا كمان راضي عليا جدا ان انا بسمع الاصوات الحلوه دي. انا بحبك قوي ونفسي اطلع اطبخ معاك. يا نور عيني. ايه رايك بعد العيد تيجي تطبخي معايا؟ بتعملي ايه حاجات حلوه بقى قوليلي. بعمل كيكه. ايوه ونفسي تعملي لي الكوكيز. اعمل لك الكوكيز؟ اه. طب بصي بقى اللي انا عاملاه ده انا هقول لمامي هشيل منها القرفه وتحطي مكانها كاكاو وهحط لك حاجات حلوه قوي تطلع كوكيز حلوه. ايه رايك تشوفيها دلوقتي؟ حبيبه عمري تسلمي لي يا حبيبه قلبي. ربنا يحفظكم يا رب جميعا انتوا واولادي وكل اللي بيسمعونا يا رب. بصوا بقى هعمل كده بين ورقتين زبده. يعني الطريقه اللي انا بوريتها لحضراتكم دي تنفع معانا بالشوكولاته. نقدر نحط مكان القرفه شوكولاته يعني كاكاو خام. كاكاو ايه؟ كاكاو خام. ثلاث معالق وتبقى البسكويت ده اصبح بسكويت بالشوكولاته. وانا بالفعل حطيت شوكليت شيبس عشان يعني يدعم طعم الشوكولاته مع القرفه. مش قادره اقول لحضراتكم بيبقى جميل ازاي. انا بحاول بس انزلها كده هشكلها الاشكال بتاعه رودي زي ما قالت لنا عايزه كوكيز فخلينا ايه نشكلها. لا معانا مدام سميره. اهلا اهلا بيك يا حبيبتي. ازيك؟ ازاي حضرتك مدام سميره؟ كل سنه وانتي طيبه. طيبه يا حبيبتي كل سنه وانتم طيبين وكل سنه والشعب المصري كله طيب يا حبيبتي. امين يا رب. امين. مسلمين ومسيحيين طبعا. يعني عايزه اقول لك ان حلو ان الاعياد جايه مع بعض. مع بعض الحمد لله. الحمد لله الحمد دايما لله. يا حبيبتي كده مع بعض. امين يا روح قلبي. وكل سنه وانتي طيبه والحاجات الحلوه اللي انتي بتعمليها دي. حبيبتي تسلميلي. تسلم ايدك على الكعك وعلى البيتيفور وعلى كل حاجه بتعمليها يا تسلمي حبيبتي. تسلمي مدام سميره كل الذوق. ومبروك للاهلي واحنا من اكبر الناس المشجعين للاهلي. انا عارفه يا حبيبتي. انا عندي جوجو ابن بنتي فظيع فظيع. ما شاء الله ما شاء الله. الله. اه يا حبيبتي ما شاء الله. انا وانتوا طيبين يا حبيبتي. وانتي طيبه كلك ذوق. ميرسي دايما كده في تقدم يا حبيب قلبي. امين يا مدام سميره. تسلمي لي ويسلم ذوق حضرتك والله. شكرا ليكي نورتيني وشرفتيني يا حبيبتي. يوصل يوصل. تسلمي لي يا حبيبي. اتفضلي يا فندم. اتفضلي. مع الف سلامه يا فندم في حفظ الله. بصوا بقى شايفين هجيب الصاج. الله الله شايفين الكلام الحلو. حبايبي هنمسح بس مسحه كده. وانا بصوا بقى العجينه بين ورقتين زبده عشان بصوا انا حاطه ايدي هي ساقعه عشان احافظ ان انا ما المسهاش بايدي كتير بالعجن او بالفرد فايه تديني النتيجه الحلوه. تعالوا كده نشوف الاشكال الحلوه اللي هم حاطينها لي هنا. نعمل ايه؟ نعمل قلب ولا نجمه ولا قلب؟ قلب حلو كده. ورده حاضر اهي ورده اهي. يا سلام انتوا تأمروا والله. وادي قلبين كمان اهو كده وناخد نجمتين. ايه رايكم نشكل الصاج بتاعنا كده؟ طبعا ده بيطلع يا جماعه الله على على يعني الحاجات الحلوه دي بتطلع رائعه. بصوا بقى احنا ممكن كمان طبعا طبعا تسلم ايديك. وطبعا عمر ما الحاجه هتطلع حلوه الا لما تبقى في تصوير حلو وناس يعني شغاله وعاملها على انه يطلع الكلام ده جميل صح. هو ده اللي حل الوصفه يا استاذ سمير. ربنا يخليك.
تسلم لي. بصوا ممكن كده مثلا، وممكن فول سوداني. بصوا بقى ناخد كده وهنا، وطبعا اللي اتبقى ده احنا نقدر ناخد كده ايه هنا. طبعا الفرن سخن على حراره 180، انا على الشبكه فوق، مش هياخد اكتر من 15 دقيقه او 20 على حسب درجه يعني حراره الفرن اللي عند حضراتكم. بيطلع جميل علشان ايه ما يبقاش ناشف قوي، لكن يبقى برضو بتقطموها بسكويته حلوه. البسكوت ده بيبقى جميل لو عملتوه كمان صغنن قوي مع القهوه، رائع. ومعانا فراوله، اهلا اهلا حبيبه قلبي. يا روح قلبي يا فراوله يا جميله، وحشاني 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 حبيبتي. انتي اكتر والله والله العظيم يا عظيمه، وحشاني وبدور عليكي. بقول لك انا هنا اهو، انا اهو، انا في الاهلي اهو حبيبي. انا لقيت النور جامد يا حبيبتي، تسلمي لي. تحيه ليكي ولكل اهل اسكندريه. الله يخليك، عامله ايه؟ انا كويسه حبيبتي، انت طمنيني عليكي يا قمرايه. انا الحمد لله تمام يا رب دايما لله. يا رب دايما يا حبيبتي. يا بخت كمات الاهلي بيكي يا روح قلبي، ربنا يخليكي ليا. يا بختهم كلهم والاعداد وكله. يا حبيبه قلبي انتوا مدلعيني بس. بكره هيكسب يا رب يا رب. الاهلي هيكسب يا رب، يكسب ان شاء الله. انت نورتي الدنيا يا زوزو. يا رب يخليك يا حبيبه عمري، تسلمي لي يا قلبي. يا زوزو والله خلاص اتفقنا نتكلم اكيد، لازم نحكي كده خلاص. لا يا حبيبي ما اقدرش. اشرحي لي طريقه اللبن المكثف. عينيا حالا اقولها لك حالا. ايوه ايوه، واوريكي كمان قوامه، ده انا عاملاه عندي في وصفه اهو. بصي احنا اللي عاملينه هنا في القناه. لما قلت لي قبل كده عملت. ايوه بصي هوريكي قوامه كمان. بصي انا عاملاه في القناه اهو، واحنا بنشتغل بيه شغلنا. بصي القوام، بصي اللبن. أنا نسيت الطريقة يا زوزو. لا ده أنا حالا أقولها لك دلوقتي حالا، ده إحنا عاملينه هنا ما بشتريهوش. أيوة أه تسلم إيدك. عينيا ليك يا فراولة، عينيا. الإعادة إمتى يا عظيمة؟ الإعادة إمتى يا ولاد؟ إيه؟ بعد أذان الفجر. ممكن بقى وأنتِ قاعدة بتقري القرآن كده تشوفيني من بعيد لبعيد. إن شاء الله. حبيبتي يا فراولة نورتيني وشرفتيني. تسلمي لي حبيبتي، وتسلموا تحيه لكل اهل اسكندريه وكل اصدقائنا اللي في اسكندريه بيشوفوني. بجد بحب اسكندريه وبحب كل اهل اسكندريه، تسلموا لي. طيب انا بقى دلوقتي دخلته على حراره 180، انا مش هعمل اي حاجه غير اني هستسمح حضراتكم ان احنا نطلع استراحه، ونرجع بعد الاستراحه نبدا في الشوط الثاني في الكحك الفلسطيني الرائع الجميل، وتحيه لكل اهل فلسطين. بعد الاستراحه مستنيه حضراتكم.